أن نقف هنا في منصة أخرى تتضافر فيها الجهود، هذه المرة ما بين وزارة الصحة، وزارة الإعلام، وزارة التربية والقطاع الخاص، لنطلق وندشن الحملة الوطنية بعنوان احذروا الأدوية المزورة والمزيفة. تعتبر الصحة رأس مال الإنسان وركن من أركان الحياة الطيبة الهانئة، والله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء. داء يرتدي ثوب الدواء، يتشح بوشاح الخداع والغش والتزوير والاحتيال والتزييف والتغليف المدلس. بأن الأدوية المغشوشة والمزورة ليست خصوصية كويتية، هي ظاهرة عالمية نستدعي فيها قرع نواقيس الخطر والالتفات فيها. إلا أنه وللأسف قد دخلت علينا ممارسات خاطئة من بعض ذوي النفوس الضعيفة، تمثلت في صناعة أدوية مقلدة أو مزورة أو مغشوشة، وتقدم بأسعار أقل بكثير من الأدوية المعتمدة ذات الصناعة الدوائية الجيدة. نحن أمام قاتل يريد قتل أبنائنا، فماذا أعددنا له لاصطياده ووأده؟ هناك حالات يبحث فيها بعض الفتيات أو حتى الأمهات أو السيدات إلى جرعة جمالية إضافية، لأنها تتجه إلى الأسرع وربما إلى الأرخص، ينتهي الأمر بتشوهات. فجسم الإنسان أمانة ومحق التجارب، فلا يجب أن نسمح لأي شخص بالعبث به. يريدون أن يخلقوا شباباً مفتول العضلات، شباباً يتباهى بجسمه على ما عداه من اهتمامات ثانية. هنا تكمن المسؤولية. وقد لا تحتوي هذه المنتجات المغشوشة على أي مادة دوائية، أو قد تحتوي على المادة الدوائية ولكن بنسب لا تتوافق مع النسب المعتمدة عالميا. ننصح عيالنا أن ما يلجؤون إلى الأدوية اللي في وسائل التواصل الاجتماعي. نرى بعض الشباب يستعجل الزمن، يبي يعضل ويبني عضلات، ينتهي الأمر إلى مضاعفات أكثر من أنها علاج بالضرورة. ومن هذا المنطلق فكرنا نحن صيادلة إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة بالانطلاق بحملة توعوية تهدف إلى خلق جيل يعي مخاطر هذه التجارة والممارسة الخاطئة في صحة الفرد، وبالتالي محاربتها أو الحد من انتشارها أو تقليص حجمها. فلذلك نحن في وزارة الإعلام داعمين بشكل كبير جدا دون تردد. تكريم وزير الصحة ينوب عنه الدكتور أحمد الشطي. وزير التربية وينوب عن أستاذة مريم فرحان العنزي. وكيل وزارة الإعلام وينوب عن أستاذ يوسف مصطفى. الوكيل المساعد للتربية فيصل مرصيد وينوب عن أستاذة مريم العنزي. الشيخ نوال حمود المالك الصباح. الدكتور أحمد الشطي مديرة إدارة تعزيز الصحة الدكتور عبير البحور. الدكتور محمد عبد الكريم. السيد فيصل فهد المعجل. شركة التقدم التكنولوجي. شركة مجموعة بوشهري ويمثلها السيد محمد جواد بوشهري. شركة علي عبد الوهاب. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. المقدم سعد العبيدي. السيد محمود رفاعي من الشركة المتحدة للمرطبات. الأستاذة لولو شويطي. الأستاذة قية بهبهاني. الأستاذة غنيمة دشتي. الأستاذة شيماء المطيري. السيد خليل إبراهيم. ممرضة غادة محمد. الآن ندعوكم لأخذ صورة جماعية